بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الأحياء المصورة للصف 11 العلمي. عنوان درسنا لهذا اليوم الليبيدات والدهون، وسنتكلم فيه عن الأحماض الدهنية. أهداف الدرس: أولا، يتعرف الطالب على تركيب الأحماض الدهنية. ثانيا، يقارن الطالب بين الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة. المصطلحات العلمية الرئيسية في هذا الدرس: Lipids، الحمض الدهني Fatty Acid، الدهن المشبع Saturated Fat، الدهن غير المشبع unsaturated fat. نبدأ الدرس بهذا السؤال: ماذا يفعل جسمك بالأطعمة المقلية المليئة بالمواد الدهنية؟ تطلق الدهون 9 سعرات حرارية للجرام الواحد، وهذه الطاقة أكثر من ضعفي ما تنتجه الكربوهيدرات، أي 4 سعرات حرارية للجرام الواحد. تتحول كمية معينة من الدهون إلى طاقة يتم استخدامها في الجسم، أما الفائض فيطفو في الدم إلى أن يتم تخزينه في النسيج الدهني في دهن الجسم. الدهون الزائدة عن حاجة الجسم تسبب الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية التي سنتكلم عن بعضها إن شاء الله في الدروس القادمة. لو سألناك عزيزي الطالب، ما هو الليبيد؟ الليبيد جزيء متواجد على شكل دهن أو شمع أو زيت أو ستيرويد، وهو لا يذوب بالماء. ومن المعروف أن الليبيدات تعتبر مركبات عضوية تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين، لكن بنسب مختلفة عن الكربوهيدرات. تنتج كل من الحيوانات والنباتات الليبيدات، فالحيوانات تصنع الحليب الذي تتشتت به جزيئات الدهن، والنباتات تنتج مثلا زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت النخيل. الأحماض الدهنية: تعد الأحماض الدهنية أبسط الليبيدات، وهي المونيمرات الأساسية المكونة لجزيئات الليبيدات بشكل عام. تتكون الأحماض الدهنية من سلسلة هيدروكربونية طويلة، في أحد طرفيها مجموعة وظيفية COOH التي تسمى مجموعة الكربوكسيل. توجد مجموعة الكربوكسيل في جميع الأحماض العضوية. يوضح الشكل التالي تركيب الحمض الدهني، ولاحظ عزيزي الطالب وجود المجموعة الوظيفية COOH على طرف هذه السلسلة. الحمض الذي أمامك هو حمض الأوليك، الذي يعتبر حمضا دهنيا شائعا يوجد في العديد من الدهون والزيوت النباتية. تنقسم الأحماض الدهنية إلى مجموعتين رئيسيتين: أحماض دهنية مشبعة وأحماض دهنية غير مشبعة. تمتاز الأحماض الدهنية المشبعة بوجود روابط تساهمية أحادية بين ذرات الكربون، وعادة ما تكون الأحماض الدهنية المشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة العادية. هضم الأحماض الدهنية المشبعة في سبيل توفير الطاقة ليس سهلاً، ومن الأمثلة على الأحماض الدهنية المشبعة حمض الشمع وحمض الزبدة. أما الأحماض الدهنية غير المشبعة فهي تحتوي على روابط ثنائية واحدة على الأقل بين ذرات الكربون، وعادة ما تكون الأحماض الدهنية غير المشبعة سائلة في درجة حرارة الغرفة. هضم الأحماض الدهنية غير المشبعة أسهل من هضم الأحماض المشبعة،
وذلك لأن الروابط التساهمية الثنائية تغير السلسلة المستقيمة إلى سلسلة منحنية. ومن الأمثلة على الأحماض الدهنية غير المشبعة حمض زيت الزيتون وحمض زيت دوار الشمس. يوضح الشكل التالي تركيب كل من الدهون المشبعة وغير المشبعة. لو سألناك عزيزي الطالب، أي التركيبين اللذين أمامك يمثل دهنا مشبعا وأيهما يمثل دهنا غير مشبع؟ الشكل الذي على اليمين يمثل دهنا مشبعا، وذلك لوجود روابط أحادية بين ذرات الكربون والسلسلة تكون مستقيمة، بينما في الشكل أو التركيب على اليسار هذا يمثل دهنا غير مشبع، وذلك لوجود رابطة تساهمية ثنائية بين ذرات الكربون. ولاحظ عزيزي الطالب أن الرابطة التساهمية الثنائية تجعل السلسلة منحنية. الدهون والزيوت: تكون الدهون المشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة، في حين تكون الزيوت سائلة وتحتوي غالبا على دهون غير مشبعة. ومن الأمثلة على الدهون المشبعة الزبدة والشحوم. ومن الأمثلة على الزيوت غير المشبعة زيت الزيتون وزيت دوار الشمس. يختلف الدهن عن الزيت بشكل رئيسي في طول سلسلة الكربون وعدد روابط كربون كربون المشبعة. الروابط الثنائية بين ذرات الكربون أقل ثباتاً من الروابط المفردة، وتساعد على إعطاء الزيوت نقطة انصهار أقل من الدهون، وهذا يعلل أن الزيوت تكون في حالة سائلة عند درجة حرارة الغرفة. من ناحية أخرى، فالدهون تكون فيها ذرات الكربون مشمولة في الروابط الفردية، ونتيجة لذلك فإن لديها نقطة انصهار أعلى من الزيوت وتكون صلبة عند درجة حرارة الغرفة. خلاصة الدرس: الليبيد جزيء متواجد على شكل دهن أو شمع أو زيت أو ستيرويد، وهو لا يذوب بالماء. تعتبر الليبيدات مركبات عضوية تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين، لكن بنسب مختلفة عن الكربوهيدرات. تتكون الأحماض الدهنية من سلسلة هيدروكربونية طويلة في أحد طرفيها مجموعة وظيفية COOH التي تسمى مجموعة الكربوكسيل. الأحماض الدهنية المشبعة تحتوي على روابط أحادية بين ذرات الكربون، وعادة ما تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، وهضمها ليس سهلا. الأحماض الدهنية غير المشبعة تحتوي على الأقل على رابطة ثنائية بين ذرات الكربون، وعادة ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة، وهضمها أسهل من الأحماض المشبعة. التقويم الختامي: السؤال الأول، وهو موجود عزيز الطالب في كتابك المدرسي صفحة 57، السؤال 11: أي من الآتي يشمل الدهون والشموع والزيوت والستيرويدات؟ A. البروتين، B. الليبيد، C. الكربوهيدرات، D. الأحماض النووية. الإجابة الصحيحة هي الليبيد. السؤال الثاني، صف تركيب الأحماض الدهنية. تتكون الأحماض الدهنية من سلسلة هيدروكربونية طويلة في أحد طرفيها مجموعة وظيفية COOH التي تسمى مجموعة الكربوكسيل. ولاحظ الشكل الذي أمامك الذي يمثل تركيب الحمض الدهني. السؤال الثالث، قارن في الجدول التالي بين الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة.
الرابطة التساهمية بين ذرات الكربون تكون في الأحماض الدهنية المشبعة أحادية، بينما في الأحماض الدهنية غير المشبعة يكون على الأقل هناك رابطة ثنائية. الحالة في درجة حرارة الغرفة في الأحماض الدهنية المشبعة تكون صلبة، بينما في الأحماض الدهنية غير المشبعة غالبا ما تكون سائلة. تكسيرها أو هضمها، الأحماض الدهنية المشبعة أصعب، بينما الأحماض الدهنية غير المشبعة أسهل. السؤال الرابع، مستعينا بالشكل التالي الذي يمثل تركيب الأحماض الدهنية، أجب عن الأسئلة التالية. 1. بيّن نوع كل من الأحماض الدهنية المشار إليها بالرموز A و B مع ذكر السبب. شكل A، الحمض الدهني غير مشبع، وذلك لأن هناك رابطة تساهمية ثنائية بين ذرات الكربون والسلسلة منحنية، بينما في الشكل B هذا الحمض الدهني مشبع، وذلك لأن الروابط التساهمية بين ذرات الكربون أحادية والسلسلة مستقيمة. 2. اكتب اسم المجموعة المشار إليها بالرمز X. المجموعة المشار إليها بالرمز X الموجودة على طرف السلسلة هي المجموعة الوظيفية كاربوكسيل COOH. وفي نهاية الدرس أشكر لكم أعزائي الطلاب حسن الاستماع، راجيا من الله لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.